وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من إسلام أباد سعادة السيد محمد السيسي البعينين، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس. أهلا بك سعادة النائب في نشرة الثالثة، وبداية ما هي أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اجتماعكم مع لجنة الصداقة البرلمانية في جمهورية باكستان الإسلامية؟ أمسي عليكم بالخير وعلى الأخوة المشاهدين من جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في زيارة برلمانية رسمية لمجلس النواب إلى جمهورية باكستان الإسلامية برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين الرئيس مجلس النواب بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وأعضاء لجنة الصداقة بين البحرين وباكستان. لا شك تأتي هذه الزيارة للتأكيد على أهمية الدعم النيابي للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات ورؤى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك محمد بن عيسى الخليفة عاهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وكذلك حرص النواب على دعم جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وفي تعزيز مسارات تعاون في مختلف المجالات مع الدول الشقيقة والصديقة وتطويض اللغات البرلمانية. وتم خلال الزيارة التأكيد على العمل معا نحو تعزيز المصالح المشتركة بجانب تبادل وجهات النظر بشان القضايا المطروحة على جدار الأعمال المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية لتواصل العمل على احترام المواثيق الدولية وفي مقدمتها طبعا ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل البلدين. وأيضا شهدت زيارة اجتماعات برلمانية رسمية وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة. وعلى الجانب الآخر أختي العزيزة لو سمحتي لي، عقدت لجنة الصداقة اجتماعا مع نظرتها في الجانب الباكستاني. في هذا الاجتماع أكدنا على أهمية احترام سيادة الدول وعدم التعدي في الشؤون الخارجية وفق الاحترام المتبادل والقوانين والمعاهدات الدولية وتطابق وجهات النظر بين الجانبين في المواقف الدولية المبنية على ضمان الحقوق العادلة والموروثة والمشروع للشعوب. وأكدنا أيضا الحرص على أمن الخليج وتأمين الملاحة البحرية فيه خصوصا وسط التعديات الأخيرة والحوادث المؤسفة، وحرص مملكة البحرين حكومة وبرلمانا وشعبا على تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيدها في مختلف المجالات. نعم عبر الهاتف من إسلام أباد سعادة السيد محمد السيسي البعينين، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، شكرا جزيلا لك.